عزمت من مغاربه وهم ما يعرفونيش عشان بس من مصر بجد يعني. وانا بشكرهم وانا بالفعل يعني اضم صوت. انا هنا عايش بقى لنا 6 سنوات بالفعل يعني. هذا التعامل الراقي جدا يا جماعه. ممكن نضم كاس ونشجع مع بعض؟ اتفضل. وانا بالفعل يعني التعامل الراقي من الشعب المغربي اولا ومن المغربي الجميل يعني فوق الوصف يعني. اللطيف الاداره الاخوه يعني هنا بصراحه بيتعاملوا. ما احنا حتى شرطة. مش ان احنا جايين نشجع من بلد تاني ولا احنا من مصر كلنا بلد واحد. احنا ما طلعناش من مصر. انا النهارده نازل البلد ووقفت سواء تاكسي ولما عرف ان انا من مصر والله ما رضي ياخد فلوس. لا كاين يعني موجودة بالمغربي. رحنا زيارة لمكان اسمه عين دياب. عين دياب مشهور هنا والله. احنا ومشيين اوتوبيسين وقف راي نزل لصاحب المطعم عايز يعزمنا كلنا اكراما للضيوف. ده وصول بعثة النادي الاهلي حالا على الهواء مباشرة. المشهد اللي قدامنا ده وصول رائع واستقبال حافل للنادي الاهلي من جانب مسؤولي المغرب. اهي امور هادئة، امور مترتبة 10 على 10، تنظيم اكثر من رائع، دنيا هادية جدا جدا. واضح ان في ناس بيحيوا موسيماني هو نازل وتنسيقه رائع جدا من الجانب المغربي. نشكر الناس اللي احنا اصلا من قبل المباراه، من قبل ما نروح عارفين احنا رايحين على ترحاب عامل ازاي. عارفين كابتن سمير عدلي قدامنا في الشاشه اهو، هو اللي موجود هناك في استقبال البعثه، موجود معاهم كابتن سيد عبد الحفيظ، والناس اهي هناك في الاستقبال، والشاشه اهي بتقول ان الاستقبال رائع جدا. ده على الهواء مباشرة معانا اهو. تاني وتالت ورابع عشان الناس في المغرب تسمعني والوطن العربي كله يسمعني وافريقيا كلها تسمعني والمسؤولين هناك يسمعوني. الصورة اللي قدامنا دي احنا بقالنا شهر بنتوقعها، بقالنا شهر بنقول ان احنا هنستقبل في المغرب استقبال تاريخي وتنظيم رائع، ما عندناش اي مشكلة اهو. ادي التنظيم اهو، وادي الدنيا هاديه، والبعثه وصلت بالسلامه والامور ميسره جدا. كابتن محمود الخطيب، كابتن، وادي اهو خالد مرتجي، الناس اللي قدامنا اهو، طارق اهو موجود، حسام غالي، كل الناس، كل بعثه النادي الاهلي موجوده اهي وصلت. انا بس اللي مش شايفه لسه الكابتن محمود الخطيب، ولكن اكيد يعني زي ما قلت لكم انا الحقيقه كنت مشدد بشكل كبير جدا ان الكابتن محمود الخطيب ربنا يا رب يعني دايما يخليه كده بسلامه تمشي الامور بشكل كويس. كابتن الخطيب خرج من 10 دقائق مع السيد السفير هناك ولسه ما غادرش، في انتظار ان الاتوبيسات تمشي علشان يتحرك معاها. امير توفيق قدامنا اهو على الشاشه، والامور هناك على ما يرام، والدنيا هناك هادئه جدا. وانا قلت لكم قبل كده وجود الكابتن محمود الخطيب هو له مفعول السحر في هذه البعثات، لانه هو في الاخر نجم، نجم اسطوري وليه جمهوره وليه محبينه، نجم. فطب سيبوا الصوره يا جماعه، يعني سيبوا الصوره نعيش معاها. انا عايز اتفرج زي الناس. سيبوا الصوره الله يخليكم. نتابع كده النادي الاهلي الوضع هناك ايه والدنيا ماشيه ازاي. فاعتقد ان كل ده توقعناه، كل ده قلناه، ومشكورا الجانب المغربي على الاستقبال، مشكورا الجانب المغربي على الحفاوه، مشكورا الجانب المغربي على الهدوء اللي احنا شايفينه. وان شاء الله باذن الله الامور دي هتكمل للاخر، الامور دي هتكمل للاخر. شكر كبير طبعا لمجلس اداره نادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب على التنظيم والمجهود الكبير اللي عمله الكابتن الخطيب في توفير يعني جزء من فلوس البعثة والسفريات. ولكن نشدنا كتير رجال الأعمال في النادي الأهلي، يا جماعة الناس تتحرك طيارات، بس واضح إن مفيش. الوحيد الجهة الوحيدة اللي سمعتنا النادي الأهلي وإدارته هو اللي خشوا، اللي تدخلوا في الموضوع ودعموا السفريات بتاعة الجمهور، ولكن لا يوجد سفريات بالمجان، مفيش رجال أعمال، مفيش حد طلع حاجة، ده مش موجود. لأن أنا الحقيقة كنت طلعت بخبر وقلت اللي إحنا سمعناه، ولكن في الآخر لا حد دخل
طلع ولا حد ساعد في تدعيم ولا حاجه خالص. اللي اتحرك في القصه هو مجلس اداره نادي الاهلي وشال من كل واحد عايز يسافر 3000 جنيه. الاعداد حتى الان من الجمهور اللي انا بسمع عنها قليله جدا، اعتقد 300 350 400، يعني الامور امور التذاكر مش في افضل حاجه. تقسيمه التذاكر عشان الناس تبقى عارفه، النهارده الاتحاد الافريقي طلع تقسيمه التذاكر وهي 10,000 45,000 هو ساعه الاستاد، 10,000 للجانب المصري، 10,000 للجانب المغربي، 20,000 جمهور عام، جمهور عام 20,000، و 5,000 للكاف والرعاه. يعني يعني الكلام ده يا جماعه بعد اذنكم تاني وثالث ورابع، ليس له علاقه الاتحاد المغربي بالموضوع. الاتحاد الافريقي هو منظم اللقاء، هو المسؤول. حتى استفساراتنا بنوجهها، حتى كابتن محمود خطيب اهو ظهر في الصوره، واقف اهو في الناس في استقباله بيسلم على الناس بارتياحيه كامله جدا. واينما وجد الخطيب وجدت الحفاوه، واضح كده ان من اللي موجود في مجلس اداره النادي الاهلي طارق انديل، حسام غالي، خالد مرتجي، دول اللي ظاهرين قدامنا في الشاشه، ودول اللي موجودين مع النادي الاهلي هناك. امير توفيق برضو واضح معانا، سيد عبد الحفيظ سمير عدلي كانوا في استقبال البعثه. كابتن محمود الخطيب خلاص ركب العربيه والمفروض هيغادر في انتظار اللعيبه. الاجراءات كانت سريعه جدا داخل المطار، امور ميسره، كل حاجه على ما يرام، دنيا هادئه جدا جدا جدا. وده الحمد لله اللي احنا توقعناه وما عندناش اي شك فينا، احنا في بلدنا التاني هناك وسط اخواتنا واحبابنا وما فيش اي مشكله. انت قلت كده طبعا طبعا. وعلى فكره جات لي دعوه ان انا احضر الماتش النهائي بين الوداد والاهلي او الاهلي والوداد، وانا طبعا بشكر رئيس الاتحاد المغربي وبشكر سعيد النصري اللي هو رئيس النادي. انا علاقتي الحمد لله بكل الانديه العربيه ورؤسائها محترمه جدا من المحيط للخليج عشان ما انساش حد، لكن انا بفكر يمكن وجود يبقى في حرج مثلا. رائع التي شرف الكره المغربيه حضور الكثيف الجماهير. الاخ فتحي ما قدرش يفرق ما بين الالوان لان الفريقين تيلعبوا باللون الاحمر، لكن احنا تنعرفوا نفرقوا بالاصوات، غنعرفوا بعد قليل على ان الصوت الكبير اللي غيترفع من مجنبات ملعب محمد الخامس غيكون جمهور الوداد، وبالتالي مترقب على اننا غنشوفوا مباراه كبيره اخويا عماد. لكن اذا هذه المباراه كما ذكرنا في طيله هذه